بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الوليدات، صافا؟ كي دايرين؟ بخير. اليوم عندنا درس ديال الاحصاء. هو درس عنده اهميه ديالو في الامتحان الجهوي، بحيث انه في الاطار المرجعي كتحط عليه جوج ديال النقاط، وهو درس من الدروس اللي مخصناش يعني نضيعوا النقاط ديالو. قبل ما نبدا غادي نعطي واحد التعريف. الإحصاء، ما معنى الإحصاء؟ إذن الدراسة الإحصائية هي دراسة لظاهرة أو خاصية اجتماعية، يعني تحويل المعطيات المتوفرة لظاهرة ما إلى معطيات رقمية، نحن نتعامل بالأرقام. لهذا هو عنده مجموعة من المفاهيم ومجموعة يعني من القواعد اللي خص نضبطوها. إذا بالنسبة لنا غادي ندرسو هاد العام هذا جوج ديال الأنواع ديال المتسلسلات الإحصائية. غندرسو متسلسلات القيم وغادي ندرسو متسلسلات الأصناف. هاد الحصة هذه غادي نخصوها المتسلسلات القيم. اذا وباش غادي نفهموا المطلوب في هذه الحصه هذه غادي نديروا يعني واحد التمرين عام، ومن خلال الايميل ديالو غادي نعرفوا مختلف الجوانب اللي غادي نتطرقوا لها في هذا الدرس. هذا عندنا تمرين رقم واحد. شوفوا، حصل تلاميذ السنة الثالثة إعدادي عند أستاذ الرياضيات في الامتحان الجهوي على النقاط الملخصة في الجدول التالي. إذا عندنا مفهوم الميزة وعندنا مفهوم الحصيص. الميزة تختلف حسب الظاهرة، بحال دابا في هذه الحالة هذه الميزة التي يعني ندرسها هي النقط التي حصل عليها التلاميذ، بالتالي الميزة ترتبط بالنقط في التمرين هذا. بالنسبة للحصص يرتبط دائما بعدد الأشخاص أو عدد، في الحالة هذه عدد التلاميذ. هنا عدد التلاميذ الذين حصلوا على 5 وهو 4، عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 6 هو 9، وهكذا عدد التلاميذ الذين حصلوا على 7 10. نتمم بهذه الكيفية: 8 16، 9 12، 10 14، 11 8، 12 6، 13 7، 14 5، 15 3، 16 2. إذا السؤال الأول، احسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر من أو تساوي 10 أو الحصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة. إذا نطلب منكم الوليدات تنقلوا هذا الشيء، وحنا نتوما كتشوفوا الفيديو نتوما كتنقلوا، لان هاد الكتابات تمشي بعد واحد الشيء صافي. اذا السؤال الثاني، احسب التردد المرتبط بقيمه الميزه 9. ثم ثالثا، احسب التردد المتراكم المرتبط بقيمه الميزه 9. اذا السؤال الرابع، اوجد النقطه المتوسطه أو المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثم السؤال الخامس، احسب النسب المئوية لعدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أقل من 10. السؤال السادس، مثل هذه المتسلسلة الإحصائية بمخطط عمودي القدوة. إذا الجواب عن هذا التمرين يستلزم الاستعانة بالجدول التالي. هذا الجدول هذا مهم تعرفوا تخدموه، ومهم تعرفوا تخرجوا، لأن فيه جميع الأشياء أو جميع المعطيات اللي ممكن تساعدكم على الإجابة عن الأسئلة المطلوبة. إذا على الجدول عندنا سلفا هذا الشق الأول اللي هو الميزة، والشق المتعلق بالحصص ديجا شفناه. ومن بعد ندوزو ما يسمى بالحصيص المتراكم. إذا نلاحظو بالنسبة للميزة 5 الحصيص المتراكم هو 4، لأن لحد الساعة يلا تعاملنا مع ميزة واحدة اللي هي 5.
عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 5 هو 4 ديال التلاميذ، إذا حصص متراكم هو 4. لاحظوا معايا وانتبهوا مزيان، بالنسبة للميزة 6 عدد التلاميذ اللي تعاملنا معهم اللي حصلوا على الميزة 6 ولا على النقطة 6 هو 9 ديال التلاميذ، ولكن شحال ديال التلاميذ لحد الساعة اللي حسبنا؟ حسبنا 4 وحسبنا 9، شنو غنديرو؟ غادي نديرو الجمع ديالهم، 4 زائد 9 كم تساوي؟ 13. 13. إذا لاحظوا معايا في الميزة 7 حصلنا على الحصص المتراكم هو 23، إذا كيفاش درنا حصلنا على 23؟ درنا 4 زائد 9 اللي هي محسوبة سالفة 13 زائد 10 الحصص المقابل للميزة 7. إذا ونتمم العملية بنفس الكيفية، 23 زائد 16 39، 39 زائد 12 51، 51 زائد 14 65، وهكذا نتمم ما بقي من الخانات المتعلقة بالحصص المتراكمة. لاحظوا معايا عندنا في آخر خانة عندنا الميزة 16 حصل عليها تلميذين، وعندنا لحد الساعة الحصص المتراكم اللي حاسبين هو 94، إذا هي غير نزيدو عليها جوج كتساوي 96، وهو آخر ما عندنا. إذا هاد 96 هذا هو كنسميوه الحصيص الإجمالي، كنسميوه الحصيص الإجمالي. نمر إلى المفهوم الموالي، المفهوم الموالي هو التردد. كي كنديرو نحسبو التردد الوليدات، التردد كناخدو الحصيص المقابل للميزة، مثلا عندنا في الميزة 5 الحاصل ديالها هو 4، وكنقسمو على الحاصل الإجمالي، وكنقسمو على الحاصل الإجمالي. غادي نلاحظو بلي عطينا 4 على 96، وفي الميزة 6 عطينا 9 على 96، وفي الميزة 7 عطينا 10 على 96، وفي الميزة 8 عطينا 16 على 96. غادي نلاحظو واحد الملاحظة بأن هاد القيم كلها أصغر من واحد، هاد القيم هادي كلها أصغر من واحد، إذا التردد عندو قاعدة هو أنه دائما يكون أصغر من واحد. بالنسبة للتردد المتراكم، التردد المتراكم، إذا ببساطة كنمشيو للحصص المتراكم وكنقسمو على الحصيص الإجمالي. إذا بالنسبة للميزة 5 غيكون هو 4 على 96 كما كنلاحظو، بالنسبة للميزة 6 غيكون هو 13 على 96، بالنسبة للميزة 10 غيكون الحصيص المتراكم المقابل للميزة هو 23 على 96، وما ونتمم العملية بنفس الشكل. إذا في الأخير الخانة عندنا هي النسبة المئوية، كيف نحسب النسبة المئوية؟ النسبة المئوية ممكن ناخدو الحصيص مقسوم على الحصيص الإجمالي في 100، الحصيص على الحصيص الإجمالي في 100. في هاد الحالة هادي ممكن نستعمل القاعدة ديال التردد في 100 وكنحصلو على النسبة المئوية. إذا نمرو الأجوبة على الأسئلة ديالنا. عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر من أو تساوي 10 هي الحصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة 10. إذا نكمل، عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر من أو تساوي 10 هي الحصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة 10، وهو العدد 65. إذا نمشيو للميزة 10 ونشوفو الحصيص المتراكم المرتبط بها، وهنا غادي نلقاو عدد التلاميذ اللي حصلوا على أصغر أو أقل من نقطة 10. إذا الحصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة هو مجموع حصيصها مع حصيصات قيم الميزة ما قبلها. بالنسبة للتردد المرتبط بالميزة 9، إذا قلنا غنمشيو نشدو مباشرة أو نعود إلى هنا، إذا نستخرجوه مباشرة اللي هو 12 على 96 اللي هو 0.100.